بسم الله الرحمن الرحيم. عندما صرخت السماوات وأجابت الأرض فجأة مضيئة بالبرق، توهجت النار وصعدت إلى الأعلى وأمطرت الموت، تلاشى الضوء وخمدت النار. كل من صعقه البرق تحول إلى رماد. الآلاف من المركبات الحربية سقطت في كل مكان، الآلاف من الجثث احترقت وتحولت إلى رماد. لم نشهد أبدا سلاحا مريعا كهذا من قبل، ولم نسمع عن مثيل له أبدا. البشري واللي احنا بنذكره من اول بداية الخليقة حتى الفترة الزمنية الاولى او نهايتها وهو طوفان نوح عليه السلام، حصل للبشر كارثتين عالميتين كبريتين. وذكرنا في احد الفيديوهات عن باني الهرم الاكبر اللي هو السوريد بن سهلوك الملك الحقيقي اللي بنى الاهرامات التلاتة، وذكرنا كل التفاصيل بدقة للي عاوز يرجع للفيديو ده ويشوف تفاصيل لم ولن يسمعها في اي مكان اخر. احنا قلنا في قصته او الاثار اللي تركت عنه او الكتب اللي ذكرته القديمة ان هو رأى رؤيتين، وان الكاهن فيلمون قال له ان الرؤية الاولى تفسيرها ان في طوفان عظيم هيجي يدمر الارض وبعده بمدة زمنية على حسب ما طلعوا النجوم والكواكب، وده كان علم متطور ايامها زي ما ذكرنا في عدة فيديوهات للي عاوز يرجع لها برضه. ذكروا له ان بعدها بعدة الاف من السنين هيجي نار تحرق الارض. النار دي او الطوفان دول ذكرهم التاريخ واكدهم العلماء، سواء علماء التاريخ او علماء الاثار او علماء الجيولوجيا او علماء المناخ. تقريبا لا يوجد عالم في العالم لم يؤكد حدوث هاتين الحادثتين العظمتين. الاولى افنت الحضارة الاولى على الارض اللي هي من ادم حتى الطوفان، والثانية افنت الفترة الزمنية التانية على الارض تماما. ويمكن الاثنين دول تسببوا في ان البشرية عادت الى البدائية، رغم ان البشرية لم تكن يوما من الايام في البدائية. هما بيعلموكوا في التاريخ ان الانسان الاول كان بدائي، وهذا عكس الحقيقة، واحنا اثبتناه في حلقة لما قلنا ان الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا ادم وذكر في القرآن الكريم عندما قال وعلم ادم الاسماء كلها. الاسماء ما كانتش اسامي الاشياء زي ما البعض يعتقد، لا ده كانت علوم يقدر سيدنا ادم يستخدمها في انه يكون خليفة الله على الارض ويقدر يعمر بها الارض. سيدنا ادم كان يملك عقل تقريبا مش هنقول عدة الاف من الرجال، سواء في الحجم او في العلم او في كل شيء، وتورثته الاجيال اللي بعد منه، خصوصا ان العلم بدأ يتزايد بالصحف اللي نزلت على سيدنا شيس والصحف الاخرى والاهم والاكبر والاضخم اللي نزلت على سيدنا ادريس صاحب علوم الاولى على الارض ومؤسس او المساهم الاكبر في تأسيس حضارة اطلانتس الغارقة قبل الطوفان. ذكرنا كل الامور دي وقلنا ان الحضارة الاولى افنيت بالطوفان، وكلنا عارفين قصة الطوفان، لكن هنذكر لكم النهاردة ازاي الاساطير القديمة في مختلف انحاء العالم ذكرت الطوفان باشكال مختلفة، على رأسهم طبعا الواح جلجامش الشهيرة واللي تحدثت عن الطوفان وعن نهاية البشرية في رحلة جلجامش الشهيرة اللي ذكرتها الحضارة السومرية، الحضارة اول حضارة فائت على الارض بعد الفترة الزمنية التالتة، يمكن كمان قبل الحضارة الفرعونية بألف عام. اتفقنا ان في كارثتين عالميتين دمرتا اضخم حضارات مرت على تاريخ البشر القديم. الاولى طبعا كانت عقاب من الله نزل على البشر، والثانية كانت بفعل البشر انفسه. لم يتبقى للبشرية الا كارثة واحدة مماثلة للكارثتين السابقتين لينتهي العالم بشكل رسمي، ونحن نقترب بشدة كل يوم من الكارثة الثالثة العالمية الكبرى، والتي ستجمع في اسبابها جميع الصفات التي حدثت بسببها الكارثة الاولى والكارثة الثانية. في هذا الفيديو ما ستسمعونه وتشاهدونه خطير للغاية. مر التاريخ البشري بمراحل خطيرة ومؤلمة كثيرة، من عذاب أنزله الله على أقوام وشعوب وحضارات كثيرة بسبب معصيتها وعدم إيمانها بالله سبحانه وتعالى، وأخرى بسبب كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين وغيرها، والتي أدت دورها في دمار أمم وحضارات أخرى. ولكن كانت تلك المهالك الربانية والطبيعية محددة بأماكن وأقوام وشعوب معينة، ومحددة بأماكن وبشر محددين. لكن كما ذكرنا في بداية الفيديو هناك كارثتان فقط مدمرتان كادتا أن تفنى الحياة على الأرض تماما لولا رحمة الله بالبشر، ولأن معاد يوم القيامة لم يحن بعد، فالكارثتان العالميتان هما الأولى طوفان نوح العظيم، والثانية الحرب المدمرة التي قامت على الأرض قبل التاريخ في عام 11200 قبل الميلاد.
وتحديدا قبل عصر الفراعنة في الفترة الزمنية في نهاية الفترة الزمنية الثانية. في فيديو النهاردة هنقول لكم تفاصيل مهمة جدا، بعضها سمعتوه قبل كده والبعض الآخر بتسمعوه لأول مرة، عن طوفان نوح عليه السلام من وجهة نظر الحضارات المختلفة والقصص لكل أمة في الأرض سواء قديما أو حديثا. يا ترى كان بينظروا للطوفان اللي دمر الأرض وأنهى الحضارة الأولى على الأرض إزاي؟ كل واحدة أو كل أمة ذكرت طوفان نوح بشكل مختلف وبقصة مختلفة، لكنهم في النهاية أكدوا أنه كان طوفان عالمي محى الأرض كلها ولم يبقى إلا من أراد الله أن ينجو سواء بالسفينة أو بغيرها. هنقول الأول، لقد بعث الله تعالى نوح لما عبد الناس الأصنام والتواغيط واتخذوا لها أسماء مختلفة وحادوا عن التوحيد ليدعوهم إلى عبادته وحده وترك عبادة غيره. واتبع نوح في دعوته جميع السبل مع قومه ترغيبا وترهيبا، وهذا ما أكده لنا القرآن من أن نوحا لم يلقى آذانا صاغية من قومه، واستمرت الأكثرية على عبادة الأوثان ونصبوا له العداوة هو ولمن آمن معه. توعدوهم بالرجم، وقد ذكر القرآن الكريم قصته وما كان من قومه وما أنزله الله من عذاب بالطوفان لمن كفر منهم، ونجي القلة القليلة من المؤمنين في السفينة التي صنعها نوح بوحي من ربه وتحت رعايته تعالى. استنادا إلى القرآن الكريم، فإن نوحا لبس في قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بالتفصيل كده اللي ذكرناه في الفيديوهات السابقة، إن الله سبحانه وتعالى من بعد آدم عليه السلام أرسل شيث لسكان الأراضي العليا ليمنعهم من الاختلاط بسكان الأراضي السفلى اللي بدأت المعصية تنتشر فيه. لكن بعد وفاة آدم وشيث عليهم السلام بدأ يحصل الاختلاط، وقلنا أسبابه وظروفه وقلنا الأحداث اللي حصلت في فيديوهات سابقة. ما حصل الاختلاط بين سكان الأراضي العليا والسفلى، هنا بدأ يظهر الكفر الأول مرة، فهنا أرسل الله سبحانه وتعالى نبيين في مرحلتين مختلفتين. النبي الأول كان نبي الله إدريس، أنزله بعلوم متطورة علشان يواجه بها أعظم حضارة على وجه الأرض في هذا الزمان، وهي اللي هي مصر، حضارة أطلانتس ما قبل الطوفان. كانت حضارة متطورة جدا وكانت بتسكن الأراضي السفلى اللي هي أرض مصر حاليا، لكنهم رفضوا هذه الدعوة ولم يؤمن مع نبي الله إدريس عليه السلام إلا القلة القليلة، فأصبح لا يوجد على الأرض إلا الفرصة الأخيرة للبشر وهم أهل الأراضي العليا، وخصوصا إن هم كانوا أقرب للإيمان من أهل الأراضي السفلى اللي أخذوا الحضارة المادية وتركوا الحضارة الروحية اللي كانت في كتب اللي أنزلها الله على سيدنا آدم وشيث وإدريس عليهم السلام. فكانت الفرصة الأخيرة في إيمان هؤلاء القوم اللي يقودوا البشرية للعودة للإيمان بالله تعالى. فحصل أن نبي الله نوح أرسله الله إلى سكان الأراضي العليا أو مدينة بابل في الأراضي العليا أو عاصمة الأراضي العليا. ولد فيها طبعا سيدنا نوح وقعد يدعو الناس فترة طويلة من الزمن بعد ما كان خلاص سبق القول على سكان الأراضي السفلى بالهلاك، لم يتبقى إلى سكان الأراضي العليا ليحكم بعدها الله على الأرض كلها بالهلاك. 950 سنة سيدنا نوح بيدعو قومه بكل الطرق والأشكال، بالترهيب بالترغيب بالدعوة بالإقناع. أخبرهم سيدنا نوح عليه السلام أنه لا يرجو من وراء دعوته إلى الله سبحانه وتعالى أي أجر، بل أنه يبتغي كل الأجر من الله وحده. فقال سبحانه وتعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. مكث فيهم يدعوهم قرونا غير أن قومه لم يستجيبوا له، وقد وصفوا ما دعاهم إليه بالضلال، فقالوا له كما ورد في القرآن الكريم: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. تخيلوا إن هم بيقولوا لسيدنا نوح عليه السلام إنا نراك في ضلال، هو اللي في ضلال، شايفينه هو اللي في ضلال. وحكاية إن هم شافوه في ضلال دي ليها سر عجيب جدا هذكره لكم بعد قليل، بس نكمل الأول. قومه قالوا لسيدنا نوح إيه، وأنا مش عاوزكم تسيبوا الحلقة في أولها أو في منتصفها، لأن في آخرها هنذكر أسرار بتحكى لأول مرة ذكرت في أساطير أقوام أخرى ليس لنا علم بها، لكنها مهمة وبتضيف لنا معلومات كتير عن ما حدث في الطوفان، لأن القرآن الكريم نزل إجمالا، يعني القرآن الكريم بيذكر لنا ما يهمنا في القصص. أما الحضارات الأخرى فذكرت لنا تفاصيل
مهمة جدا، وخصوصا الوحج الجامش، أسطورة المهابهارتا، وأساطير كتير جدا ذكرت لنا أحداث مهمة لازم تعرفوها. فياريت تشوف الفيديو لأنه مهم، هيفيدكم معلومات كتير جدا عن فترة الطوفان، وهيفيدكم حتى في معلومات في حياتكم الشخصية. فتابعوا الفيديو للنهاية. قوم أصروا على عنادهم وكفرهم وشركهم بالله تعالى. قال تعالى: وقالوا لا تزرن آلهتكم ولا تزرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونسرا. ولكن نوح عليه السلام رغم ذلك كله لم يفقد الأمل فيهم ولا في رجوعهم لله تعالى، ظل يدعوهم ليلا نهارا سرا وعلانية، ويضرب لهم الأمثال، بيناقش معهم كل الحجج وبيبين لهم كل الآيات الكريمة، لغير أن قومه لم يستجيبوا لدعوته ولا ندائه، وأخذوا يفرون منه ويضعون أصابعهم في آذانهم ويستخشون ثيابهم كلما جاء إليهم، لم يؤمن معه إلا القليل جدا من البسطاء والمساكين. فشكى نوح إلى ربه ما لقاه من قومه من الصدود والعزوف عن دعوته. قال تعالى على لسان نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كالعادة قوم نوح ما عجبهمش من سادة القوم وأصحاب السلطة والمال كلام سيدنا نوح، زاد عنادهم وإصرارهم على الكفر لما أرهقوه ولم يجد منهم أذانا صاغية إلا قلة تبعته. فشكى نوح إلى ربه وقال: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. الآية دي مهمة جدا، الأخيرة: من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، تباهي بما يملكونه من المال والولد. زي ما قلت لكم كانوا متفخرين بالحضارة الرهيبة اللي كانوا فيها، لم يكونوا بدائيين، كانوا بيتفخروا بعلمهم ومالهم وأولادهم وعزهم، كانوا بيظنوا ان هما بينهم وبين الخلود حاجة بسيطة، وان هما ليسوا في حاجة لهذا الإله. في معلومة خطيرة جدا طبعا انا مش هنفع اذكرها لكم دلوقتي للخطورة خطورتها، لكن هلمح لكم بس من بعيد. لا تظنوا أن غير المؤمنين بالله من الأقوام السابقة ومن العصر الحالي غير مؤمنين بالله. إيه معنى الكلام ده؟ إزاي تقول لنا غير المؤمنين بالله لا تظنوا أنهم غير مؤمنين بالله؟ أيوة، تخيلوا أن غير المؤمنين أو من يدعون أنه لا يوجد إله أو يعبدوا حاجات هنا وهناك يعتقدوا فعلا أنه لا يوجد إله. لا، هم بيؤمنوا بالإله، لكنهم يؤمنوا أنهم قادرين على هزيمة هذا الإله. كلام غريب بتسمعوه لأول مرة، بس أنا عاوز الجملة دي تحطوها في رؤوسكم وتسألوا نفسكم عليها أسئلة كتير جدا حتى تحين الحلقة اللي هقول لكم فيها إيه الأسباب لأن دي هتبقى خاصة بالمرحلة الرابعة أو الفترة بالمرحلة الخامسة آسف أو بالفترة الزمنية الخامسة، هتبقى فيها فضايح، بس القناة حاليا ما زالت صغيرة لن تتحمل كشف هذه الأسرار في الوقت الحالي، فأنا أرجعتها للفترة الزمنية الخامسة. بس نفس الأمر في الأقوام السابقة، لما كانوا بيعندوا مع الأنبياء والرسل كان بيعندوا من باب الجبروت، التجبر، إن هم ظنين إن هم قادرين وإن هم لن يغلبوا. عشان كده الله سبحانه وتعالى كان بيرسل لهم العذاب تلو الآخر، وكل عذاب كان بيرسله الله على أي قوم من الأقوام كان بيبقى مختلف في النوع والكيفية والكمية والقوة عن القوم الآخرين. أذكر برضو ده في وقته. طب سيدنا نوح بعد ما اشتكى ربنا فأوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن من قبل. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هنا بقى نوح دعا على قومه بالهلاك في دعوته الشهيرة عليهم وقال: نوح ربي لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تزرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا دعوة الإبادة، دعوة كانت مقدرة إيزانا ببدء الطوفان اللي هيمحو الحياة على الأرض، ولولا السفينة كان الطوفان ده هيبقى قيامة الأرض، كان هيبقى يوم القيامة حرفيا، كانت الحياة هتنتهي عليك. طبعا تقول لي ربنا كان مقدر، أنا عارف إن ربنا كان مقدر، أنا بس بديكم صورة توضيحية أو تشبيه يفهمكم قد إيه الطوفان ده كان مدمر. كانس الحضارة، لم يتبقى على الأرض إلا ثلاث أشياء فقط: الأهرامات المصرية الثلاثة، الهرم الشرقي والغربي والملون اللي بيسموهم خوفو وخفرع ومنقرع، وقرية اسمها نهاوند لها قصة عجيبة جدا هنبقى نذكرها في وقتها، قصة مرعبة،
وسفينة نوح عليه السلام، وعليها بس أبناء الثلاثة بزوجاتهم بـ80 رجل وامرأة من المؤمنين، والمؤمنين دول لهم قصة عجيبة برضو جدا هنحكيها لكم أثناء الحلقة. هنا لما الله سبحانه وتعالى لما لقى وجد إن خلاص البشر لن يؤمنوا، قال لنوح عليه السلام في القرآن الكريم: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قبل ما أحكي لكم على قصة الحضارات اللي ذكرت طوفان نوح بأشكال وطرق مختلفة، احنا دلوقتي ذكرنا القرآن الكريم، وهو طبعا بعد القرآن الكريم لا يوجد شيء آخر. لكن الناس اللي بتقولي نكتفي بالقرآن الكريم، القرآن الكريم زي ما قلت لكم جاء إجمالا. القرآن الكريم بيجيب لنا من القصص ما يهمنا اللي هيفيدنا في حياتنا العملية والدينية. هتقولي طب ما دام القرآن الكريم جاب كده، انت هتقول لنا التاريخ او اللي اتذكر الطوفان نوح في التواريخ التانية ليه؟ ايه اللي هنستفيد بيه؟ هنستفيد بيه للي عاوز يعرف التاريخ الاصلي للبشر، واللي عاوز يكتشف الزيف اللي احنا عايشين فيه في العصر الحالي، سواء التاريخ اللي زيفه لنا او العلم اللي زيفه لنا او حتى الحاضر والمستقبل اللي زيفه لنا. اللي عايز يفهم الحقيقة ويشوف الموضوع بشكل اكثر تفصيلا ودقة هيعرف الاخرين او الكتب القديمة او الموروثات القديمة للحضارات المختلفة في العالم ذكرت الطوفان ازاي، طبعا احيانا بشكل مبالغ فيه وباسماء مختلفة، واحيانا بوضع شوية الاوفرات كده، لكن احنا طبعا زي ما اتفقنا في كل حلقة بنقدر نخرج الحقيقة من الباطل من خلال القياس والمقارنة واساليب كتير جدا بنقدر نعرف من الحقيقة من بطن الباطل. ففي 500 تقريبا وجدوا اكتر من 500 مكان في العالم واسطورة مختلفة لجميع الحضارات على وجه الارض بالكامل، من الامريكتين للصين للجنوب افريقيا لاقصى شمال اوروبا، كل العالم وجدوا، كل ما تروح مكان هتلاقي اسطورة قديمة بتتحدث عن الطوفان نوح بشكل مختلف، لكنها بتصب بنفس الهدف ونفس المحور، محور القصة. ايه القصة اللي انا كنت عاوز اذكرها لكم؟ الناس اللي امنوا بسيدنا نوح، الحبة القلة القليلة اللي امنوا بسيدنا نوح، زي ما قلنا لما حصلت ان اهل الاراضي السفلى هجموا على الاراضي العليا وسيطروا عليها، واصبح الكفر موحد تقريبا في اراضي عليا واراضي سفلى، قاتلوا المؤمنين اللي ظلوا مؤمنين بدين سيدنا ادريس ودين سيدنا ادم وشيس عليهم السلام، فهربوا للجبال، هربوا واستخبوا في الكهوف. فلما بدأت تنشأ الحضارة على الاراضي السفلى خاصة والاراضي العليا بعدها، بدأت تظهر بقى مدنية وحضارة وتطور مهول في نفس الوقت اللي كان الناس اللي مستخبيه في الكهوف من المؤمنين، اللي مؤمنين ان في طوفان هيجي وقبل منه هيجي نبي اسمه نوح يدعوهم وليه صفات محددة ذكرها اليوم نبي الله ادريس، وكان معاهم الكتاب الاصلي للايمان، كانوا في بدائية. تخيلوا مجموعة من الاشخاص عايشين في الكهوف ليس لهم اي صلة بالحضارة ولا المدنية ولا التقدم ولا اي شيء، شكلهم عامل ازاي؟ لما ظهر سيدنا نوح وبدأ يدعو قومه وصل الكلام ده لسكان هؤلاء الكهوف من المؤمنين، بدأوا يظهروا ويدخلوا للمدنية مرة أخرى واتبعوا سيدنا نوح، وبدأوا ينتشروا في وسط الناس ويبلغوهم بأن ده نبي مبشر به من الأنبياء السابقين، وأن الطوفان هيكون مصيرهم لو ما أمنوش. فكان دايما كل ما سيدنا نوح يكلم قومه ويقول لهم على الإيمان والتقوى كانوا بيقولوا له حجة غريبة جدا، فيقولوا له لا نراك إلا اتبعك أراذلنا، يعني احنا مش شايفين اتبعك الا الناس الدراويش دول اللي هم يعني ملهمش في البدائيين، ملهمش في الحضارة، ملهمش في الناس كده اللي هم شبه المتسولين الناس فكان دايما سيدنا نوح بيرفض ان هو يرد على الجزئية دي، وكان بيقول لهم ان امرهم لربهم هو ملوش علاقة بايه السبب اللي حصل لهم كده ولا اللي وصلهم لكده، هو ليه علاقة بايمانهم وليه علاقة بأنه هو يوصل الرسالة لهؤلاء القوم، لكنهم فضلوا 950 سنة مصرين على اللي في دماغهم ومش راضيين يؤمنوا بسبب أن هؤلاء الضعفاء والفقراء والبدائيين هم المؤمنين ومش قادرين يتخيلوا أن دول على حق وهم على باطل. الحاجة التانية برضو اللي عاوز أذكرها لكم أن في ناس كده وتفسيرات غريبة قوي قوي قوي، يعني والغريبة أنها تخرج من شيوخ كبار وعلماء أجلاء، لهم بيقولوا أن سيدنا نوح كان بيدعو الناس فالطائفة اللي تموت تبلغ الجيل اللي بعدها
والطائفة اللي تموت تبلغ الجيل اللي بعدها على إصرارهم على الكفر. ده طبعا لأن في خيالهم إن سيدنا نوح عاش 1000 سنة، فالناس كانت بتموت أجيال وتعيش أجيال وهو لسه عايش. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده يا جماعة. إحنا أثبتنا لكم في حلقة سابقة بالدين وبالعلم وبكل شيء إن الناس الأقوام السابقة قبل الطوفان كانوا عمالقة وكانت أعمارهم بتتخطى 1000 عام. الله سبحانه وتعالى خلى سيدنا آدم عمره 1000 عام، وده ذكر في السنة النبوية الشريفة بأحاديث مؤكدة، والقرآن الكريم ذكر لنا أن سيدنا نوح لبس في قومه بس يدعوهم 950 سنة، يعني أكيد عاش أكتر من 1000 سنة. فدي كانت أعمارهم عادي، يعني ممكن في ناس ماتت وناس عاشت وكده لأن الأعمار مش متساوية بين الناس، بس 1000 سنة ده كان عمرهم العادي، زي ما متوسط أعمارنا الوقت 60-70 سنة للبشر الموجودين حاليا. فأعمارهم زمان كانت 100,000 سنة. فسيدنا نوح عاصر أغلب الناس اللي بدأ معهم الدعوة، هم نفس أغلب الناس اللي قامت عليهم الطوفان. في بعض الناس اتغيرت طبعا، لأن في ناس ممكن تموت شابة في 300 في 500 بالنسبة لهم، في 700 في 800 في 120 كأنه مات طفل، لكن كانوا لكن المتوسط الأعمار 1000 عام. النقطة دي فيها لبس عند الناس، وحبيت أفهمها لهم علشان يبقوا قادرين يتخلوا الموقف بالشكل الصحيح. طب نذكر الأساطير 500، ان بعض مش هنذكر طبعا الاساطير كلهم، هنحكي لكم اهم الاساطير حول العالم اللي حكت عن الطوفان والقصص الشعبيه. هنلاقيها موجوده الغريبه قصه الطوفان لو ذهبنا الى الاسكيمو في اقصى الشمال الجليدي، والحضارات الاغريقيه والرومانيه وجميع الديانات وجميع الحضارات هنلاقيها بتذكر الطوفان لكن بشكل مختلف. الحاجات الاساسيه اللي بتتفق فيها جميع الحضارات وجميع العقائد ان البشر اثاروا سخط الالهه، فقامت الالهه بعقاب البشر بارسال طوفان عام الهدف منه اباده البشريه. وكلهم برضو اتفقوا ان في رجل واحد صالح حكيم وعائلته ومعه كل من البشر على شاكلته وايمانه، هم اللي بقوا ونجوا بعد هذا الطوفان ليولد جيل جديد للبشريه من صلب ذلك الرجل وابنائه بعد ما البشريه ابيدت، وان النجاة تمت معظمها على سفينة ركبها الصالحون بامر الاله. ثلاث حاجات ثابتين في كل الحضارات، طبعا هتختلف اللي هنذكر لكم بعضها دلوقتي بتختلف في القصة في بعض التفاصيل، لكن كل الديانات وكل الحضارات السابقة وكل كتب التراث اتفقت على ثلاث حاجات. اولها ان البشر اغضبوا الالهة فعاقبوهم بالطوفان. ثانيهم ان في راجل صالح ومعاه كل من المؤمنين على شاكلته وأبنائه ركبوا السفينة علشان يكونوا بعد كده البشرية من أول وجديد. ثالثهم إن في الغالب كلهم أجمعوا إن كان في سفينة، طبعا ما دام في طوفان يبقى النجاة في سفينة، نجت السفينة دي أنجت هؤلاء الذرية الباقية من البشرية من هذا الطوفان. اتفقوا كلهم على كده. فلما نجت 500 أو أكتر من 500 دين ومعتقد وفكرة حول العالم من القديم الأزل حتى الآن من الموروثات الشعبية الأصيلة بتتكلم عن هذا الحدث، ما يجيش حد ينكر الطوفان أو ينكر الأحداث اللي حصلت قبل الطوفان أو ينكر نبوة سيدنا نوح، موضوع لا خلاف عليه. فنذكر لكم بعض كده إيه القصص اللي اتذكرت أو الأساطير اللي ذكرت الطوفان من الكتب الأخرى أو الحضارات الأخرى. هنبدأ الأول بالقصة الطوفان السومرية، أولهم وأهمهم، لأن الحضارة السومرية هي أول حضارة أفاقت على الأرض بعد الكارثتين العالميتين في الفترة الزمنية الرابعة، هي أول واحدة فائت من البشر كلها الحضارة السومرية. بتحكي الحضارة السومرية عن ملك كاهن اسمه زيوستورا. قصة الطوفان السومرية بتقول كان هناك ملكا كاهنا يسمى زيوسودورا، كان بيوصف بالتقوى وبيخاف من الله ويواظب على خدمته في تواضع وخشوع، ولكن مجمع آلهة السومريين ولسبب غير معروف قرر ان هو يرسل طوفان عظيم يغرق جميع الأرض ويهلك كل كائن حي، لكن لم يكن هناك إجماع من كل الآلهة على هذا القرار الخطير. لذلك فإن إحدى الآلهة وهو إنكي إله المياه العذبة الباطنية قرر أنه ينقذ بذرة الحياة على الأرض، فيقوم بإخبار الملك الكاهن الطيب زيوسودورا سرا بقرار هؤلاء الآلهة ويخبره من خلف الجدار، في حين أن زيوسودورا يستمع في الجانب الآخر من الجدار، وبيكشف له الإله إنكي لزيوسودورا نوايا الآلهة بالطوفان، وبيعهد إليه ببناء سفينة كبيرة ضخمة تحمل معها المجموعة الصالحة من البشر ومعهم بعض الحيوانات من كل زوجين اثنين بغرض الحفاظ على النسل الحيواني مع النسل البشري. فيقوم زيوسودورا ببناء سفينة عملاقة يحمل فيها خاصته من الناس والمؤمنين معه، ويحمل معه بعض الحيوانات والطير من كل زوجين اثنين كما أخبره
إنكي. ثم يحدث الفيضان عن طريق هطول مطر كثيف لمدة 6 أيام و6 ليالي كما أخبرت قصة الطوفان السومري، فتغرق الأرض وما عليها من صنوف الحياة. وبعد توقف المطر يقوم زيوسودورا بإطلاق طيوره للتأكد من جفاف الأرض، ثم تنحسر المياه ويظهر أوتو إله الشمس لينير الأرض، ثم ترسو السفينة على سفح جبل نيريز بين نهري دجلة والزاب الأسفل، ويقوم زيوسودورا بذبح الصور وعجل كأضاحي وكرابين لكل من الآلهة الإله آن والإله إنليل. فتقوم الآلهة بتخليد زيوسودورا كمنقذ للبشرية، حيث يوصف بأنه الشخص الذي حافظ على الجنس البشري من خلال بنائه السفينة. ويتم نقل زيوسودورا إلى جنة ديلمون ليكون أول بشر يحصل على الخلود ويعيش مع الآلهة. أما سبب قرار الآلهة بأخذ البشر بالطوفان في الرواية السامرية فغير معروف، وذلك بسبب تهشم جزء كبير من اللوح الطيني الذي يحتوي على هذه القصة. لو لاحظنا أن قصة الطوفان السومرية متشابهة بشكل كبير جدا جدا إلى حد ما، طبعا مع بعض الإضافات، لأنه والعياذ بالله لا يوجد آلهة غير الله الواحد، متشابهة في قصتها مع ما ذكر في التوراة وذكر في القرآن الكريم، متشابهة إلى حد كبير في أجزاء كتير، لكن طبعا بتختلف في الأسماء. يعني في القرآن وفي التوراة اسمه نوح، عندهم اسمه زيوسودورا. الغريب بقى ان هنذكر لكم دلوقتي ألواح جلجامش الشهيرة واللي ذكرت قصص كتير جدا من ما قبل الطوفان وبعد الطوفان، وكانت مرجعا أساسيا لمعرفة التاريخ القديم لحضارات ما قبل وبعد الطوفان، ذلك التاريخ الغامض الذي نحاول كشفه سويا من خلال هذه السلسلة. ألواح جلجامش قالت ايه عن الطوفان، وهل بتتوافق مع قصة الطوفان السومرية وفي نفس الوقت مع القرآن والتوراة، ولا اختلفت معهم في بعض التفاصيل؟ ألواح جلجامش قالت انه في اثناء رحلة جلجامش الطويلة والمصاعب التي لقاها بحث عن الحياة الابدية والخلود، جلجامش التقى برجل كتب له الخلود وهو اوتونو بشتيم الذي يعني اسمه لقد وجدت الحياة. وجلجامش بيسأله عن سر خلوده ونجاته من الموت، فيروي له أوتانا بشتيم قصة الطوفان الشهيرة، بقوله يا جلجامش سأفتح لك عن سر محجوب، نعم سأطلعك على سر من أسرار الآلهة، شروباك المدينة التي تعرفها أنت الواقعة على شاطئ الفرات، إن تلك المدينة قديمة وكانت الآلهة فيها، إن الآلهة العظام قد حملتهم قلوبهم على إحداث الطوفان. وسبب قرار الآلهة في إحداث الطوفان لأن البشر تقاصروا جدا وبدأ ضجيجهم يزعج الآلهة. تستمر القصة في الملحمة في ذكر بأنه كان هناك إله خير من بين تلك الآلهة التي عزمت على الطوفان وكان معهم في المجلس حينما قرروا إنزال الطوفان على البشر، وأن هذا الإله الخير اسمه آيا. عرف أن هي حماقة أن الآلهة تقرر إفناء البشرية، ابتدع وسيلة يمكن من خلالها أنه يحذر إنسان واحد ويكون مفضل عند الآلهة دون أن يخل بثقة الآلهة فيه. من هنا أخبر إحدى البشر المفضلين، وهذا البشر كان أوتانا بشتيم، طلب منه أنه يبني سفينة ويحمل فيها من كل نوع من المخلوقات زوجين اثنين. وبالفعل صنع أوتانا بشتيم السفينة أو الفلك، والتي ورد وصفها في الملحمة بالتفصيل، وإحنا ذكرناها طبعا في حلقة سابقة في منتصف السلسلة حتى الآن. كانت السفينة عظيمة مكعبة الشكل، حيث كان ارتفاعها يساوي طول ضلعها الطويل، ومساحة قاعدتها تقرب من عرضها، وكانت مكونة من 7 طوابق، كل طابق مكون من 7 مقاصير، ومن هنا يرى البعض أنها كانت على شكل مكعب، ولكن يرى البعض أن هذا الوصف قد لا يعني بضرورة أنها مكعبة، فقد تكون الطوابق متدرجة، الأصغر فالأطول فالأكبر 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 حتى الدور 7 السفلي. وفي ذي الحالة سيبدو الفلك من حيث المقاييس والشكل وكأنه زقورة عائمة، هو فعلا كان كده، وكان هناك باب أو قوة واحدة على الأقل، وربما دفع أيضا، يعني كان فيه شباك واحد بس بينظر منه وتانا بشتيم خارج السفينة، واستخدمت كميات هائلة من القار في طلاء السفينة حتى تمنع الماء الضخم من النفاذ إليها. وعندما تم بناء السفينة ونزلت السفينة إلى الماء، أصبح الثلث السفلي للسفينة في الماء، ووضع أوتانا بشتيم عائلته وأقرباءه والصناع، ووضع فيها ما لديه من ذهب وفضة، ووضع المخلوقات التي تخيرها والتي تشمل مواشي وحيوانات الحقل. وعند إشارة معينة من إله الشمس دخل أوتانا بشتيم السفينة مع ملاحه قائد السفينة، يعني كان اسمه بوزر أموري،
حيث سلمه دفة السفينة وأغلق الباب خلفه وسد نافذة السفينة وانتظر حدوث الفيضان. وفي الصباح بدأت عاصفة رهيبة، حيث كما ذكرت الملحمة علت غمامة ظلماء وأرعد الإله أد إله العواصف. ولما ظهرت أنوار السحر علت من الأفق البعيد غمامة ظلماء وفي داخلها أرعد الإله أد، وكان يسير أمامه شلات دخانيش كنزيرين في الجبال والسهول. ونزع الإله إركال الأعمدة، ثم أعقبه الإله نانورتا إله العالم السفلي الذي فتق ودمر السدود وفتح عيون الأرض ورفع الأنوناكي المشاعل وجعل الأرض تلتهب بوهج أنوارها، وبلغت رعود الآلهة أد عنان السماء فأحالت كل نور إلى ظلمة، حتى الآلهة أنفسهم زعروا من شدة الطوفان وصعدوا هربا للسماء. وصرخت عشتار كما تصرخ امرأة عادية، ومضت 6 أيام و7 ليالي ولم تزل زوابع الطوفان تعصف وقد غطت الزوابع الجنوبية للبلاد. ولما حل اليوم السابع خفت شدة زوابع الطوفان، ثم هدأ البحر وسكنت العاصفة، وتطلعت إلى الجو فوجدت سكون عام، ورأيت البشر قد عادوا جميعا إلى الطين، يعني البشرية فنت تماما ودفنت تحت الأرض. واستطاع أوتانا بشتيم الذي يعادل نوح في الكتب السماوية أن ينظر إلى كآبة المياه، فكان البحر من جميع الجهات. ثم بدأت عدد من الجزر في الظهور والتي كانت تمثل في هذا الوقت قمم الجبال، ورست عليها السفينة، وكان اسم الجبل نصير والذي اسمه حاليا بير عمران أو بيرة مكرون، وهو جبل ارتفاعه 8600 قدم شرقي نهر دجلة في حوض الذئب الأسفل. احنا عملنا فيديو قبل كده عملنا فيه مقارنة بين ما ذكرته ألواح جلجامش وذكروا التوراة وذكروا القرآن الكريم عن سفينة نوح وعن الطوفان، لكن هنذكر لكم ما ذكرنا لكم النهاردة طبعا ألواح جلجامش مع القصص الأسطورية الأخرى اللي هنذكرها بعد قليل، لأن ألواح جلجامش هي تعتبر على حسب المقارنة طبعا اللي عملناها في الفيديو السابق بنسبة 100% الرواية التوراوتية عن الطوفان أخذت من ألواح جلجامش، بنسبة هنقول خلينا 95-98% من الرواية التوراتية عن الطوفان أخذت حرفيا من ألواح جلجامش. بقول لكم ألواح جلجامش دي مصدر رهيب، والعلماء ينتظروا ان هم يكتشفوا باقي الألواح علشان تخبرهم كثير وكثير من الأسرار القديمة. وألواح جلجامش دي برضو اللي ذكرناها في فيديوهات سابقة وقلنا ان هي أكدت على وجود الأهرامات وبناة الأهرامات وشعب بناة الأهرامات، وذكرت تفاصيل كتير جدا عن الأهرامات، مع العلم ان ألواح جلجامش دي كتبت قبل ما يظهر عصر الفراعنة او المسمى بعصر الأسرات بأكثر من 1000 عام. ويرجع واحد يقول لك بعد كده ايه، اصل الفراعنة هم اللي بنوا الأهرامات، على اساس ان اللي كتب ألواح جلجامش ده كان جاي من المستقبل. طب نيجي دلوقتي لقصة الطوفان في مصر الفرعونية. الغريب ان الفترة الفرعونية ذكرت الطوفان مرة واحدة بس وعلى استحياء كده، مش عارفين ايه السبب. الفترة الفرعونية لان هما زي ما قلنا قبل كده واثبتنا في حلقات سابقة ان هما كانوا ورثت الحضارات اللي سبقتهم، عاملين زي امريكا بالظبط دلوقتي. امريكا اغلب الاثار والاكتشافات الحديثة اللي عندها سرقتها من الحضارات السابقة من كل الامم اللي على الارض، وكل ما تكتشف حاجة تقول بتاعتي ما كانش فيها قبل كده، وتبدأ تعمل تقليل من شأن الأمم السابقة وتعلي من شأنها هي. نفس الموضوع كان بيعمله الفراعنة بالظبط، كان لما بيجي يذكر الأقوام اللي قبله منه كان بيذكرها على استحياء، زي ما تقول مش عاوز يكشف حقيقته. طب نقول يا ترى قصة الفراعنة أو القصة الفرعونية للفيضان العظيم فيضان نوح عليه السلام كان شكلها إيه؟ وجدنا قصة الطوفان مكتوبة في إحدى البرديات القديمة في الفصل 175 من كتاب اسمه الخروج في النهار، في سياق حوار بين الإله أتوم والإله أوزوريس، وكان كالآتي: أوزوريس بتقول وماذا عن الزمن الذي سأقضيه هنا في العالم السفلي؟ بيرد عليها أتوم بيقول لها ستحيا ملايين السنين، زمنا طويلا إلى ما لا نهاية، لكنني سوف أدمر كل ما خلقته، فهذا العالم عليه العودة من حيث جاء إلى المحيط الأزلي بالطوفان، لكني سأبقي على القليل منهم معك يا أوزوريس. وهكذا نجد كيف أن الإله أتوم قرر صراحة أن يعيد الأرض إلى أصلها الأول ويغمرها بالطوفان، وأنه لن يكون هناك من الناجين سوى أتوم نفسه وأوزوريس والقلة القليلة معه. لكن لسوء الحظ فإن جزء من البردية التي يتحدث عن الطوفان تالف وغير واضح،
ويعمل العلماء منذ فترة على فك الطلاسم أو محاولة إيجاد هذا الجزء الناقص. ويمكن لو كان باقي الجزء الناقص ده أو النص الناقص كنا حصلنا على قصة الطوفان مكتملة من وجهة نظر الفراعنة أو العصر الفرعوني. كان في برضو أسطورة مصرية قديمة بتتفق في مفهومها العام مع نموذج أسطورة الطوفان. الأسطورة دي اسمها أسطورة هلاك البشرية. ملخصها إن الإله رع إله الشمس شعر بأنه صار مسنا وإن رعيته من بل الإنسان يتآمرون على قتله، فاستنجد بالإلهة حتحور التي تسمى في هذه القصة عين رع لتساعده في القضاء على البشر جميعا. وبعد أن بدأت حتحور عملها في إهلاك البشر عز علي على رع ذلك، فدبر طريقة ينقذ بها من بقي من البشر ويخلصهم من بطش هذه الإله. تم له ذلك بمعونة شراب الجعة أو الخمرة المحبب إلى قلبها، فاحتست منه حتى سملت وفقدت وعيها ونسيت ما تريده. طبعا الأسطورة هنا لا تذكر بطل محدد ولا بتذكر شخص من البشر كانت مهمته إنقاذ البشرية. من ناحية أخرى ذكر في الفيلسوف اليوناني أفلاطون إن كهنة المصريين قالوا لسولون الحكيم اليوناني إن السماء أرسلت طوفانا غير وجه الأرض فهلك البشر مرارا بطرق مختلفة، فلم يبقى للجيل الجديد شيء من آثار الباقين ولا من معارفهم. وأورد مانيتون خبر الطوفان حدث بعد هرمس الأول والذي كان بعد ميناس الأول، وده تاريخ طبعا أقدم من تاريخ التوراة نفسها. يعني الفراعنة ذكروا الطوفان بثلاث أشكال مختلفة. القصة الأولى اللي كانت بين أتوم ده اللي هو كبير الآلهة أو خالق العالم، وبين أوزوريس الإله اللي بيحكم الأرض، إن هو بيقول له أنا هرسلك إن أنت تحكم العالم الآخر وفي نفس الوقت هفني البشرية لأنهم أخطأوا وهنزل عليهم طوفان وهبقي منهم عدد قليل هيبدأ البشرية منه تاني. يعني قصة مشابهة للألواح الجامش والطوفان السومرية ولما ذكر في التوراة زي ما قلنا. وفي برضو قصة تانية للفراعنة بتقول إن الإله رع لما بدأ الناس تتمرد عليه أرسل عليهم ابنته حتحور كوحش بدأت تبيد في البشرية، نفس قصة الطوفان بس في شكل وحش. يعني بدل الطوفان مدمر البشر ده وحش بقى بيدمر البشر او بياكل البشر، وان في الاخر الاله راعي لما شاف اللي بيحصل ده رجع في كلامه وبدا ينجي البشر من خلال حيله عملها مع الوحش ده وخلاها تشرب خمره لغايه ما نسيت الهدف ان هي تدمر البشريه. نفس القصه برضه بس بشكل مختلف. سولون في زيارته التاريخيه لما جه لكهنه مصر في اخر عصورهم قالوا له ان في طوفان، ان هو ذكر لهم في التاريخ القديم طوفان دمر كل التاريخ القديم ولم يبقى لهم شيء يستدلوا منه على هذا التاريخ او الحضارة اللي كانت بتسكن فيه، ولا يعلموا الا انها كانت حضارة متطورة جدا وهي السبب فيما وصل اليه البشرية بعد الطوفان. طب يا ترى الحضارة الفارسية القديمة ذكرت الطوفان ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف برضو المنطقة دي من العالم اللي هي المنطقة الفارسية او ايران حاليا وشرق باكستان او غرب باكستان ذكروا الطوفان ازاي في تاريخهم القديم. قصة الطوفان الفارسية بتقول ان في احدى الاساطير الفارسية ترد اشارة غير مفصلة الى ذلك الطوفان، مضمونها ان اهرمن كان بيحارب مصر ويتعقبه بالمكر والخديعة، فارسل مصر طوفانا الى الارض فغرقت كلها ولم ينجو منها سوى رجل واحد حمل معه اسرته وبعض الحيوانات في مركب صغير، وقد قام هذا الرجل بتجديد الحياة على الارض مرة اخرى كما طهر الارض بالنار وتناول مع ملائكته الخبز طعام الوداع، ثم صعد إلى السماء حيث قام بدور المرشد للأبرار كما كان يعينهم على النجاة من حبائل الشيطان. طب بالنسبة للأسطورة الهندية أو قصة الطوفان الهندية، وجدنا أن في تراث الهند الثقافي ملحمة ورد فيها عن الطوفان ما يشبه إلى حد كبير قصص جلجامش أو بلاد الرافدين عن الطوفان. في الأسطورة الهندية اللي اسمها الشاتاباثا أو المهابهارتا نرى أن البطل مانو المعادل يعني لشخصية نوح في قصة الطوفان في القرآن أو في التوراة أنقذ سمكة صغيرة. لما كبرت السمكة دي وصارت سمكة عملاقة حفظت الجميل لمانو ونصحت مانو ببناء سفينة نظرا لأن في طوفان مدمر اقترب من أنه يحصل للبشرية، وعلمته كمان إزاي يصنع السفينة وأخبرته بمين عليه أن هو يحمله معاه في السفينة. ولما حدث الطوفان ربط مانو السفينة بين قرنين السمكة العملاقة وقدرت السمكة العملاقة دي انها تقود السفينة لبر الامان، ارستها على جبل اسمه هسمافان وبالتالي نجا مانو ومن معه. طب نيجي لقصة الطوفان في الحضارة الصينية القديمة. الصينيين سجلوا حكايتهم حول الطوفان حيث نجا رجل اسمه ياو مع 7 اخرين في سفينة وهم زوجته وثلاثة ابناء،
ومثلهم من الإناث الذين نبوا من طوفان هائل دمر الأرض. بتذكر تلك الرواية إن ذلك الطوفان صحبه هزات أرضية بحيث تفجرت المياه من كل مكان وحملتهم السفينة ونجت بهم، وإن هؤلاء السبعة أعادوا مع بعضهم البعض تعمير الأرض. طب نيجي برضو لقصة الطوفان في روسيا. بتحكي الموروث الشعب الروسي إن الشيطان أغوى زوجة نوح الذي أعدت شرابا مسكرا لزوجها ليبوح بسر صنعه للسفينة، وبذلك تسلل الشيطان إلى السفينة بمساعدة الزوجة الخائنة محاولا إغراق السفينة بمن عليها. حتى هذه اللحظة إن القصص متشابهة إلى حد كبير بشكل يخليك تقول إن صعب إن البشر في الحضارات القديمة وفي الموروثات الشعبية يتفقوا بكل هذا الشكل. طب نكمل كده مع بعض ونشوف قصص الطوفان في حضارات أخرى، نشوف يمكن في اختلاف أو في شيء جديد. الأسطورة اليونانية ذكرت عن الطوفان إن كبير آلهة الأوليمب واسمه زيوس قرر تدمير العالم وإغراق الناس الأشرار. أرسل طوفان عارم لمدة 9 أيام قضى فيها على الجميع ما عدا ديكليون وزوجته اللي اسمها بيرا، اللذين لم يشاركا في الجرائم التي ارتكبها على البشر على الأرض. لذلك اختارهم زيوس وحذرهم من الطوفان وطلب منهم يصنعوا سفينة عشان تنقذهم من الطوفان اللي جاي. استقرت بهم السفينة على جبل اسمه البرنت بعد ان انحصرت المياه بعد مرور 9 أيام زي ما قلنا. شعر الزوجين بالوحدة فأخبرهما هرميس ان يذهبا الى وادي صخري حيث اراد زيوس ان يعيد الحياة مرة اخرى، فامر الزوجين ان يقوما برمي الاحجار الصغيرة خلفهما فتحولت الاحجار الى بشر ومخلوقات حية، واصبح الرجل الناجي ملكا على البشر وعلمهم الزراعة. اوبشن جديد كده برضه حضرته الحضارة اليونانية او القصة اليونانية، لكن يعني برضه في المجمل بتشبه كتير قصة الطوفان اللي احنا كلنا عارفينها، لكن حكاية ان هو بيرمح جرح وراه دي وبتتحول لبشر يعني اوبشن من عندهم كده. انتوا عارفين ان الحضارة اليونانية واثبتنا لكم الكلام ده وهنثبته في الفترة الزمنية الرابعة ازاي ان الحضارة دي لصة حضارات، لصة رهيبة. الحضارة اليونانية دي بداية تحول الحضارة من الشرق الاوسط مصر والعراق والمنطقة سوريا واليمن والمناطق دي كلها، وتحولت بوترد قادر لأوروبا والأمريكا عن طريق اللص الأعظم الحضارة اليونانية. ما نيجي لذكرها في وقتها. طب نيجي يا ترى قصة الطوفان في أفريقيا. نيجي كده بتذكر حكاية من الكاميرون إن عنزة كانت بتحب فتاة تحنو عليه، فأخبرت العنزة الفتاة بقرب حدوث الطوفان ونصحتها بمغادرة القرية هي وشقيقتها قبل أن تغرق مع الباقي. أما في تنزانيا في أفريقيا برضو بيتناقل شعبها قصة فيضان الأنهار وحدوث طوفان، وإن الرب نصح رجلين باستقلال سفينة بصحبة جميع أنواع البذور والحيوانات لإعادة تعمير الأرض. أنا مش عارف في تنزانيا كان الرجال بيتزوجوا مع بعض ولا إيه، يعني رجلين هيعيدوا الحياة للأرض إزاي؟ بس إضافات أفريقية يعني مش هنقدر نتكلم، يعني أفريقيا برضه حابة تحط بصمتها، وخصوصا برضو القصة اللي هي من الكاميرون عن العنزة أفريقيا زراعة بقى وحيوانات، كل واحد شاف قصة الطوفان من وجهة نظره. طب نيجي نتكلم عن قصة الطوفان في الأمريكيتين. هنروح لهاواي اللي تبع الولايات المتحدة الأمريكية. في قصة شعبية هناك بتقول إن راجل اسمه نويو صنع زورق كبير على شكل منزل وملأه بالحيوانات وبدأ طوفان دمر العالم الشرير، وبسبب الزورق ده قدر ينجو الرجل بصحبة عائلته. طب نطلع كده لسكان امريكا الشمالية في شرقها وغربها هنلاقي حكايات عن الطوفان غريبة جدا. في اسطورة اسمها انيشينابي في منطقة البحيرات الكبرى في امريكا الشمالية بتقول ان الطوفان جاء للقضاء على غطرسة شعب تلك المنطقة ولم ينجي الا بطلهم القومي اسمه نانا بوزو بصحبة بعض المخلوقات، وكانت لهم قصة طوفان مفادها ان الاله فيراكوتشا اغرق جميع البشر في بحيرة تيتيكاكا باستثناء 2 من الصالحين الذين عادوا للعيش في الأرض وإنجاب الحياة مرة أخرى. أما قصة الطوفان في أوروبا فبتقول إن هناك أساطير من أيرلندا عن ملكة أبحرت في سفينة مع مجموعة لمدة 7 سنوات ليتجنبوا الغرق نتيجة الطوفان الذي عم أيرلندا من شمال أوروبا. أما بالنسبة للطوفان في الأسطورة الإسكندنافية في الدنمارك والنرويج والسويد نجا بالغامير وعائلته هربا من الطوفان الأعظم في سفينة عملاقة. اما اسطورة ليتوانيا بشمال اوروبا عن الطوفان كانت اكثر طرافة، كانت جميلة قوي، كان دمها خفيف. بتقول ان مع جنوح خيال الليتوانيين بتقول اسطورتهم ان قشرة بندق عملاقة ارسلها الخالق
للأرض لنجاة الطيبين، حملت قليلا من أزواج البشر والحيوانات ورست بهم عند قمة أحد الجبال العالية. أما قصة الطوفان في الإسكيمو، وصلت قصة الطوفان لناس عايشة في الجليد في شمال العالم في الجليد. قصة الطوفان عندهم بتقول إن طوفانا قديما قضى على كل البشر ولم ينجى منه سوى رجلين. يعني قصة الطوفان زي ما انتم شايفين كده اتذكرت تقريبا في كل موروثات الشعوب العالم بنفس المنطق، بس مع الإضافات كده والأوبشنات الجميلة. كل ما اتطرفنا بعيد عن الأرض أو بعيد عن منطقة الشرق الأوسط اللي حصل فيها الطوفان بنسمع العجب، يعني وخصوصا بتاعت قشرة البندق والعملاقة دي اللي البشر اللي هي بتحل محل السفينة، أو قصة تنزانيا إن رجلان هما اللي نجوا، أو القصة اليونانية اللي هو كان بيرمي حجارة خلفه بتتحول لبشر. هما كلهم في النهاية في إجماع على إن في طوفان حصل، وإن في الحياة أبيدت من على الأرض، وإن اللي من نجوا هما اللي بدأوا الحياة مرة أخرى، وده بيتفق مع ما ذكره القرآن الكريم وكذلك الكتب والدينية والسماوية السابقة والموروثات الشعبية زي ما قلنا. فقصة الطوفان حقيقة لا لبس فيها، كانت الطوفان كتب نهاية حضارة ما قبل الطوفان، أفناها تماما. وزي ما ذكرت لكم قبل كده وهنعمل برضو عنها حلقة مخصوصة بإذن الله، في المون الكاهن كان همزة الوصل الوحيدة الباقية اللي نقلت كتير من العلوم والحضارة قبل الطوفان وخلت الحضارات يتم إنشاءها مرة أخرى بعد الطوفان، لكن بشكل ضخم جدا بعد الطوفان، ولكن مش بنفس كفاءة ما قبل الطوفان، ما عدا طبعا حضارة قوم عاد وثمود، هم اللي كانوا في شدة الضخامة بسبب قربهم الشديد من حضارة أطلانتس اللي كانت قبل الطوفان. فيلمون هو الوحيد اللي نقل الكلام ده، وإنما كتب الأسرار العلوم الإلهية المخبأة أسفل الهرم الأكبر أو الأهرامات الثلاثة بشكل عام هي اللي هتنكشف في آخر الزمان، وهي تتسبب في نشأة حضارة عظيمة جدا هتستحق هذه الحضارة إن يقوم عليها، بس المرة دي مش طوفان، المرة دي هيكون قيام الساعة ونهاية البشرية بدون ما يكون في سفينة نوح أو أي نجاة للبشر مرة أخرى، ولأن البشر بعدها مش هيستحقوا. فلأن الحضارة اللي تيجي في آخر الزمان هتكون مشابهة لنفس الحضارة اللي قام عليها الطوفان، فهيكون لها نفس المصير بدون نجاة أي أحد. ما تنسوش اللي يعجبه الفيديو ياريت يضغط على الإعجاب علشان يساعد إن الفيديو ينتشر في محركات البحث ويوصل للناس كتير، بيبقى عندهم كتير من الأسئلة ما لهاش إجابة، والحلقة هتلاقي لهم الإجابات دي بإذن الله، وكل السلسلة هتلاقي لهم عشرات بل مئات الإجابات، فتدل على الخير كفاعله. ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو برضه عشان يوصل لكل الناس، واللي حابب إنه يشارك في عضوية القناة نظير أجر رمزي أو مبلغ رمزي بسيط يساعد القناة في إنها تكبر، وفي نفس الوقت يكون ليه مميزات لا حصر لها، من ضمنها إنه يقدر يشوف فيديوهات قبل أي حد تاني في الوقت اللي هو عاوزه بدون ما يلتزم بالتوقيت المحدد لعرض الفيديوهات القناة في منتصف الليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.